لأنه لا يختصر على لوحات وجداريات أو منحوتات. الفن نمط حياة نعيشه في كل لحظة ومن أي زاوية، وهذا ما يعكسه أرت دبي في نسخته 11، النسخة الأكبر والأكثر تنوعاً. أرت دبي يعزز مكانته بين المعارض العالمية الفنية كمنصة هي الأكبر في المنطقة بمشاركة 94 معرضاً من 43 بلداً، منها 27 معرضاً للمرة الأولى معظمها من أمريكا اللاتينية، كما حظيت المشاركات من دبي بنسبة 10% من المعارض المشاركة في حركة تشير إلى النمو الفعال الذي تشهده الساحة الفنية في المنطقة. الأعمال الفنية تراوح بين الفردية والثنائية للفنانين، وهي موزعة على قاعتين رئيسيتين هما أرت دبي كونتمبرري للفن المعاصر وأرت دبي مودرن للفن الحديث. التنوع الجغرافي بين فناني أرت دبي كشف عن التنوع في التجارب في أعمال الفنانين، فهذا العمل الفني لفت الأنظار لخريطة على هيئة إنسان عنوانها في البحث عن بغداد الضائعة، خرائط تاريخية لمدينة بغداد جمعت ودمجت في لوحة فنية بتقنية الإتشينج أي النقش، وقسمت بعدها على لوحات تلخص مشاعر الفنان صادق كويش الفراجي. ومن الأعمال الفنية اللافتة للنظر مجسم هندسي على شكل نصف دائرة من المعدن ومصمم على مبادئ الخوارزميات، فرغم أن وزن هذه القطعة الفنية يصل إلى قرابة 1.5 طن فإنه يمكن تحريكها بيد واحدة. برنارد فيني فنان مشهور عالميا، فنان فرنسي عايش بين أمريكا وباريس. هاي الفكرة أخذها من البروفيسور الخوارزمي. الطريقة تصنع كل المجسمات تبعه عاملة بطريقة حسابية أساس الوزن الزائد بثقل قوي من الحديد بدون ما يوقع أو يتغير اتجاهه، فبيكون ثابت 100% على الأرض. من موسكو إلى الأورغواي ومروراً بالفن العربي، قد تنبهر بلوحات استغرقت 10 سنين لإتمامها كهذه اللوحة للفنان الأسترالي أرييل وتدعى Beware of the Friendly Stranger. دبي أشواق العتولي العربية.